السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. قبل البداية كالعادة أترككم مع هذه العناوين. الفنان المغربي سعد المجرد يرفع حماس جمهور البولفار لأقصى حد. تألق المطرب المغربي سعد المجرد في حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس الأربعاء في موسم الرياض على مسرح محمد عبده بالبولفار. وقدم الفنان المغربي سعد المجرد العديد من الأغاني المميزة خلال الحفل، منها من نشكي حالي، وأيضا أغاني يخليك ليلي وكازابلانكا ونجيبك نجيبك وانت معلم وغيرها من الأغاني الناجحة. ونشر موسم الرياض لقطات من حفل سعد المجرد على موقع تويتر معلقا عليها بالقول: عرفناه قبل سنتين من أغنية إنتي، واليوم حضرنا حفله في موسم الرياض. سعد المجرد وصل حماس الجمهور لأقصى حدود اليوم. وفي وقت سابق نشر الفنان المغربي سعد المجرد مقطع فيديو لكواليس التدريبات التي قام بها لحفله في موسم الرياض، حيث ظهر سعد المجرد على جاهزية تامة وبكامل حيويته وطاقته للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب عنها استغرق نحو 3 أعوام. وبدأ الانسجام واضحا في الكواليس بين سعد المجرد وفريقه الذي سوف يرافقه في الحفلة. ووصل سعد المجرد قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفله بمشاركة الفنانة مريم فارس التي تبرعت بأجرها الكامل لمساعدة المحتاجين في لبنان وفرقة ميامي الكويتية. الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان المغربي سعد المجرد كانت أغنية يخليك ليلي ودبت زيانة وكازابلانكا التي شارك بها مع الفنانة المصرية محمد رمضان، وتم طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية منذ نشرها. سعد المجرد هو مغني وراقص وممثل وكاتب كلمات وملحن ومنتج موسيقى البوب المغربية، كما أنه ترعرع وسط عائلة فنية، فهو ابن الفنان المغربي البشير عبده والممثلة المغربية نزهة الرقراقي، وجاءت شهرته بعد أن حطمت أغانيه باللهجة الدارجة المغربية أرقاما قياسية في نسب المشاهدات على موقع اليوتيوب. بدر هاري ومباراة الانتقام. يواصل البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينج بدر هاري استعداده للنزال المرتقب الذي سيجمعه بالبطل الهولندي ريكو فيرهوفن في 21 من دجنبر الجاري بمدينة أرنهايم الهولندية ضمن دورة سلسلة غلوري التي تعتبر من أكبر النزالات في العالم. ويخضع بدر هاري لبرنامج تدريبي مكثف بالديار الهولندية تحت إشراف مدربه مايك بازنر الذي عاد قبل أشهر للتعاقد معه بعدما كان قد عوضه في وقت سابق بالمدرب المغربي سعيد البدوي الذي عمل معه لأشهر، إذ يسعى البطل المغربي إلى الثأر لنفسه بعدما كان قد انسحب في نزاله السابق والأخير أمام ريكو فيرهوفن سنة 2016 متأثرا بإصابة في مرفقه. ودفع البطل الهولندي ريكو فيرهوفن عن بدر هاري وطلب من مشجعيه ضرورة احترام خصمه، معبرا عن أسفه للتعليقات المهينة التي استهدفت بدر هاري قبل أسابيع، ومؤكدا في الوقت ذاته من خلال تصريحات إعلامية تناقلتها شبكة كيد تي في أن نزاله أمام بدر هاري ليس معركة بين المغرب وهولندا، لذا يجب الفصل بين إدانة الكراهية والنزال المرتقب. ومن المنتظر أن يعرف هذا النزال حضورا جماهيريا كبيرا وتغطية إعلامية استثنائية بالنظر إلى قيمة المواجهة التي ستجمع البطل العالمي بدر هاري بخصمه الهولندي العنيد ريكو فيرهوفن بعد يومين.
وظهر بدر هاري بلباس رياضي داخل قاعة رياضية يرتدي بدلة الملاكمين المحترفين في إشارة منه لاستعداده وجاهزيته لخوض النزال المرتقب يوم السبت المقبل، والذي من المنتظر أن يعرف متابعة جماهيرية كبيرة حول العالم. الفرقة الوطنية تستدعي دنيا بطمة والشيخ التراكس في قضية حمزة مومبيبي. كشفت تقارير إعلامية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاء للمطربة المغربية دنيا بطمة والفنانة الشعبية فاطمة الزهراء العزيري والمعروفة بلقب التراكس قصد الاستماع إليهما على خلفية قضية حساب حمزة مومبيبي. وحسب يومية أخبار اليوم، فإن استدعاء دنيا بطمة يأتي بسبب شكاية سبق أن تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان أمام الوكيل العام للملك لدى استئناف مراكش حول تعرض رئيسه وبعض المحامين للقذف والتشهير على إحدى صفحات الحساب المذكور. وطالبت الجمعية الحقوقية في الشكاية بالاستماع إلى المغنية المذكورة على خلفية اتهامها من طرف العديد من الضحايا المفترضين بأنها هي من تقف وراء هذه الحسابات. ووجهت الفرقة الوطنية استدعاء للشيخ التراكس من أجل الاستماع إليها في شأن شكاية وجهتها ضدها المغنية سعيدة شرف تتهمها بالسب والقذف، وكذا في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع السوشيال ميديا على خلفية تصريح أدلت بها لأحد المواقع الإلكترونية أكدت فيه بأنها تتواصل مع حمزة مومبيبي وظهورها في أحد الفيديوهات وهي تغني في أحد العلب الليلية وتردد اسم الحساب المذكور والاسم الشخصي لمتهم متابع في أول ملف متعلق بالحسابات المذكورة، تضيف نفس الصحيفة. سامر حسني وحلاشيحة يحتفلان ببدء تصوير مش أنا بحضور زوجته بسمة بوسيل. احتفل اليوم الفنانة تامر حسني والنجمة حلا شيحة ببدء تصوير فيلمهما الجديد مش أنا بحضور أبطاله ماجد الكدواني سوسن بدر، كما حضر الفنان التشكيلي أحمد شيحة لدعم ابنته في أول عودة إلى السينما بعد غياب 14 عاما كاملة منذ قدمت فيلم كامل الأوصاف مع المطرب الراحل عامر منيب. وتم تصوير المشهد الأول أمام الحضور، واقتصرت المشاركة فيه على تامر حسني وسوسن بدر. بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني لم تفوت فرصة الاحتفال وذهبت إلى الاستوديو ومعها باقات ورود لكل أبطال العمل. وأيضا قدم والد الفنانة حلا شيحة هدية خاصة للفنان تامر حسني تعبيرا منه على محبته الشديدة لها. كما هنأ المخرج الكبير الشريف عرفة النجم تامر حسني وأرسل له باقة ورد مباركا ومشجعا لها، وأكد الجميع أن هناك احتفاء فني بالفنان تامر حسني لخوضه تحدي فني جديد في حياته بهذه التجربة التمثيلية الجريئة. وأشاد الفنان ماجد الكدواني بتامر كممثل ومؤلف سينمائي، وقال تامر كاتب رواية من أعظم ما يمكن، ربنا يوفقه ويوفقنا معها. يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان الفلوس بدور العرض السينمائية، وقد قرر صناع الفيلم موعد إصداره والذي سيكون يوم 25 من ديسمبر بجميع دور العرض المصرية والعربية. الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام ونانسي صلاح واللبناني كميل سلامة وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويز. وقد تم انتهاء تصوير الفيلم بين بيروت والقاهرة، والأحداث مقتبسة عن قصة لتامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق. إلى هنا نكتفي بهذا القدر ونقول لكم شكرا لكم على المتابعة، ودائما سنوافيكم بكل ما هو جديد عبر قناتكم قناة كوكب الفن. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.